نجي ليك حسين، لانه تقريبا عشت تقريبا نفس الطريقه، نفس السيناريو، سيناريو سنه 2011 امام منتخب تونسي، ولا عندنا كوسيلا الفيديو وين اختاريت الطريقه الاصعب اللي هي اون بانينكا كيما تقريبا محيوس لا دانيير، لعبها بالطريقه الصعبه اونتر بارونتاج ماشي سهله، ولهذا الناس لاماتوا ما لاماتوش على التضيع قد ما لاماتوا بلي هذيك الطريقه ماشي تاع لو درني جيست كيما نشوفوا في الصور. ديناك شويه بالك موفي سوفينير، سمح لنا حسين، ماشي موفي سوفينير، دخلها في الكاريير، هذه كره قدم، هذه كره القدم. نشوفوا هنا حسين ثاني بانينكا مع المنتخب التونسي، قراها في اخر لحظه وخلى بالك هنا ماشي هنا يا شوف، هذه الارضيه، ارضيه الميدان هذه هي ارضيه شوشبه اصطناعيا، هذه سنتيتيك، هذه في السودان، هذا سنتيتيك في السودان. ونقدر نقول لك يعني ما طلعت لكش مليح، ما طلعت ليش مليح، وحتى وين وضعت الكره في ضربه الجزاء كانت محفره شويه. وكنت يعني في التدريبات يعني تاع قبل المباراه وين سددت بانينكا يعني على الزميل تاعي الحارس وين سجلتها، ويعني كان كلام يعني جانبا مع المدرب تاعي اللي هو عبد الحق بن شيخ، بن شيخ اللي كان المدرب في اتحاد العاصمه، وتمنى له التوفيق. وين تكلمت معاه قلت له، وين تكلم معايا قال لي نعرفك يعني ديرها غدوه كي درتها اليوم، ديرها في المباراه. لا نقدروا نقولوا واحد حس بمحيوس في ليله اللقاء هو انت، لاني عشت نفس السيناريو، نفس السيناريو، سيناريو مع اني انا يعني هذا نصف نهائي ماشي نهائي، نشوفوا بلي هذه كرة القدم يعني صاريف يعني، ومحيوس وش نقول لك، ان شاء الله يعاود يعني يسترجع القوة تاعو، يبان هو بلي فور دو كاركتر وما خطرش عليه، ونظن اللي عندها يومين ولا سجل مع الياسما، مع الياسما سجل ضربة جزاء بنفس الطريقة، يعني اصرار على التنفيذ.